محمد، بدأت امتى بقى؟ يعني بدأت امتى فكرة انك تلعب تنس طاولة؟ وعادة الأطفال وهم صغيرين يعني بيبقوا عايزين يلعبوا كورة، ممكن ألعب كرة يد، الألعاب الجماعية دايما بتبقى هي الإيه اللي مستحوذة على أفكارنا كلنا وإحنا صغيرين. ليه قررت تلعب تنس طاولة؟ هو انا قررت، انا كانت اختي اكبر مني ب4 سنين، هي بدأتها قبليه، وانا اول ما شفتها بتلعب كنت عايز العب زيها وخلاص، فمش فارق معايا اي حاجه، بس عايز اقلدها وخلاص. انت عندك كم؟ لا يعني بدأت وانت عندك كم سنه؟ بدأت وانا عندي 6 سنين. 6 سنين بتلعب؟ وفضلت مكمل لحد النهارده. لحد النهارده ما جاتش في مره مثلا قلت ايه، طب اروح العب لعبه تانية شويه ويبقى تنس طاوله دي على الجنب كده؟ لعبت سباحه بس ما ينفعش. لا انا كنت بكرهها صراحه، قلت مش هكمل فيها. فقلت اكمل تنس. تنس انا دي كنت بحبها من زمان، وبرضه عشان اختي حبيتني فيها، كنا احنا الاثنين بنروح مع بعض التمرين، نخلص ونرجع. كنا مره فين؟ في الزمالك، في نادي الزمالك. يعني انت من 6 سنين في نادي الزمالك؟ في الزمالك طول عمري. وانت في الاهلي؟ في الاهلي. انا ما بدات. شفت بقى دلوقتي الجمهور عمال يقول لك كده الزمالك كسب الاهلي. الزمالك كسب الاهلي بس عادي، والاهلي لسه كسبان الزمالك في السوبر. صح. يبقى في كره القدم الاهلي كسب، وفي البينج بونج الزمالك تعادل. هو على فكره مش صفيله غلاوي. لا لا مش صفيله. بص هو لسه حبيبي. طيب انت بقى محمد مروان، سوري، طموحك ايه الفتره اللي جايه؟ انت المفروض انت موجود دلوقتي مع النادي الاهلي، الخطوات اللي جايه، انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 18. الخطوات اللي جايه بقى بتبقى ايه؟ الخطوه الجايه انت اول ما تطلع تحت للرجال خلاص بقى كل حاجه بتتغير، انت مفيش بطولات ناشئين وفوق الدنيا اقوى بكتير. يعني من اول رقم واحد لحد الاخير مفيش حد ضعيف، كله جامد، لازم تثبت نفسك في كل بطوله في كل وقت عشان تبقى واحد منهم من المنتخب. المنتخب هو 4 5 تبقى اقوى لعيبه. صح. فانت عشان تبقى اقوى لعيبه دي حاجه كبيره يعني. لازم تثبت نفسك جامد. انت بدات من امتى؟ عندي 7 سنين اعتقد. برضه يعني كان اختك بتلعب؟ لا، بابايا اخويا. باباك اصلا اخويا. يعني انت برضه شفت حد؟ وعشان كده قلت احب اللعب. بس انا فانت في الاهلي من 7 سنين ولا صح. ولا كنت في نادي تاني؟ 8 سنين. لا ما رحتش نادي تاني. النادي الاهلي. 8 سنين اعتقد. طيب محمد، التجهيزات دلوقتي يعني برضو الواحد لما بيشوف في اسيا تحديدا وفي في اوروبا الناس، يعني انا بشوف حاجات، بشوف فيديوهات على اليوتيوب على قد يعني في سرعه مش طبيعيه، وبشوف حاجات كده وتكنيك وشغل. انا عارف ان في لاعبين مصريين بيعرفوا يعملوا التكنيك ده، وانتوا ما شاء الله يعني هايلين، بس هل احنا عندنا الادوات التجهيزات اللي تخلينا نقدر نوصل للمرحله دي؟ عندنا المدربين اللي يخلونا نوصل للمرحله دي، ولا احنا لسه عندنا مسافه بينهم؟ احنا دلوقتي طبعا يعني الموضوع اختلف عن زمان، دلوقتي بدانا نقرب شويه منهم، هما طبعا برضو فارقين عننا بس احنا بنحاول نقرب منهم. وبرضو الكلام ده يعني هيحصل بان احنا نحاول نبقى زيهم، مثلا نشارك في بطولات دوليه كتير ومعسكرات دوليه كتير، نحتك معاهم كتير عشان نبقى زيهم ونبقى احسن منهم. يعني الموضوع بالنسبه لنا احتكاكات بس مش امكانيات. هو طبعا الامكانيات بتفرق برضو. امكانيات لعيب للعيب ومدربين طبعا بتفرق. بس دلوقتي في مصر الصراحه الدنيا بدات تتحسن عن الاول. احسن بكتير طبعا. انا ملاحظ يعني حتى الانديه كمان مروان بقت مجهزه، وبقى في تجهيز. انا طبعا مش عايز افتي شويه، فبس انت ممكن تشرح لي التجهيزات اللي تخليك تبقى لاعب كبير ولاعب كويس، الترابيزه، البينج بونج، المضارب، التفاصيل دي كلها بقت مختلفه عن زمان. انت اكيد من وانت عندك 7 سنين بتشوف حاجات متطوره. هي كل حاجه بتتطور فعلا. يعني كل حاجه دلوقتي بقت اسرع وبتتطور عن زمان. ورزة الجزات دلوقتي زي ميدو قال، انه مثلا السفر، بطولات بره، احتكاك اكتر، معسكرات، كل حاجه بتفرق طبعا مع اللعيبه. يعني احنا اللي فارق بيننا وبينهم دلوقتي بس مجرد الاحتكاكات؟ برضه في حته موهبه يعني عند كل لعيب. دي بتفرق عن لعيب لاخر. بس احنا عندنا يعني لعيبه مميزه ممكن تقدر ان هي يعني يكون زيهم احسن لو احنا في نفس الحاجه يعني زيهم. برضو انا عايز اوصل لمرحله مهمه. مين في كليه في الكوره؟ كلكم انتوا الاثنين بتحبوا الكوره، احنا سالتوكوا قبل الهوا، انت بتشجع مين الاول؟ انا ريال مدريد. ريال مدريد. برشلونه. لازم كل حاجه مختلفين مصممين. يعني برضه ريال مدريد كسب برشلونه. عادي سيبك النهارده عشان بحب ريال مدريد. بحب ريال مدريد. طيب في الكوره مثلا اقدر افهم، اقول مثلا احنا عندنا بعض الامكانيات الناقصه في الكوره اللي تخلينا مثلا زي الدوري الانجليزي. والله ملاعب واحترافيه وقوانين ولوائح كوره وبتاع، ففي بعض الحاجات اللي تخلينا احنا عندنا الموهبه، اللاعب عنده موهبه في مصر، بس عندنا نقص شويه امكانيات تخلينا زي الدوري الانجليزي مثلا. انت لما بتيجي تحط المقارنه انت والمدربين بتوعك بتشوف الفرق فين؟ هي بتفرق ما بين اللعيب للعيب. يعني مثلا
في لعيبه بتبقى مثلا بتحتاج حاجات معينه دي اللي هتخليهم دي اللي هتفرق معاهم وتخليهم احسن. يعني مثلا لو لعيب هجومي وهو مثلا اهم حاجه بالنسبه له في الماتش ان هو يهاجم على اللي قدامه عشان يعرف يكسبه، فهو مثلا لو اتمرن ان هو يحاول يدافع شويه فطبعا الهجوم مع الدفاع هيفرق أو هيفرق قوي طبعا مع اللعيب. فده مثلا دي ده مثال مثلا يخلي اللعيب بيتحسن صح، فيخليه بقى يعني يكسب ماتشات اكتر، يبقى عنده خبره اكتر وهو بيلعب، يبقى فاهم هو بيعمل ايه، امتى يلعب كده وامتى يلعب كده. وبرده لما مثلا في ماتشات معينه لو هاجمت هخسر، يعني مثلا هو دفاعه هيبقى احسن مني فلازم انا اقوم اغير طريقه اللعب وادافع شويه اهاجم شويه. ايوه هو ده بقى اللي بيفرق من لعيب للعيب. برافو عليك.